الراديو 90 90 هواها مصري. برحب مجددا بضيف وضيفكم الكريم اللي منورنا ومشرفنا النهارده لاول مره في لقاء السبت، الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس وحده الدراسات الاسيويه بمركز الاهرام. وكلام مهم النهارده عن منتدى الحزام والطريق، يعني ايه اولا هذا المسمى وايه اللي وراه. الاقتصاد المصري في الفتره اللي جايه من خلال هذا المنتدى هيبقى اتجاهه ايه. مساء الخير يا دكتور، منورنا ومشرفنا، ويعني نقولك كل سنه وانت طيب عشان رمضان على الابواب. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المستمعين، وكل سنه وحضرتك طيبه. دكتور، قبل ما نتكلم عن فكره المنتدى ومتى اقيم وليه الاهتمام، برغم ان هو موجود من 5 سنوات لكن ليه الاهتمام الكبير بهذه المره، لكن خلينا نتكلم عن الصين تحديدا ودورها في المعادله الدوليه في 7 سنوات الأخيرة أو 8 سنوات الأخيرة. أدوار بعض الأطراف الخارجية الدولية سواء أسيوية أو غربية، في منهم دوره اللي برز وفي منهم دوره اللي تراجع وفي منهم كان محور أساسي خاصة في منطقة الشرق الأوسط. الصين كان دورها إيه في الفترة اللي فاتت سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وعلاقتها بمنطقة الشرق الأوسط نقدر نصنفها إزاي دلوقتي؟ الحقيقة حضرتك طرحت طبعا جملة مهمة من الأسئلة، يعني هي يمكن تلخيصها في عنوان عريض، ان احنا في ان النظام العالمي في مرحلة لإعادة تحول بشكل هيكلي جدا. على سبيل المثال اذا خدنا مبادرة الحزام والطريق، رغم ان المبادرة بتبدو انها مبادرة دولية في احد ابعادها، هي بالفعل مبادرة تخاطب او تتعامل مع عدد كبير من دول العالم، تتعامل مع مجموعة من الاقاليم، ربما اقاليم محدودة اللي هي مازالت بعيدة عن المبادرة، يعني على سبيل المثال اقليم شرق اسيا وجنوب شرق اسيا وجنوب اسيا ووسط اسيا وشرق اوروبا وجنوب اوروبا والشرق الاوسط وشمال افريقيا وشرق افريقيا، كل هذه الاقاليم هي مخاطبة من او في اطار وموضوع استهداف من مبادرة الحزام والطريق، فهي مبادرة تبدو دولية في احد معظم الدول او معظم اقاليم العالم يعني. صحيح. لكن هناك ابعاد داخلية، يعني عشان نفهم هذه المبادرة في اطار اوسع في اطار تحولات النظام العالمي، في ابعاد داخليه وفي ابعاد ايضا خارجيه. طيب كلام حياتك يعني يخليني اسالك، هل المبادره دي اتخذت بعد فكره تحول النظام العالمي او تغير النظام العالمي او اعاده هيكله النظام العالمي؟ هل الصين قررت انه تستبق وانه يبقى لها دور اكبر في النظام العالمي حتى لا تقع تحت وطئة الولايات المتحدة الأمريكية أو تكون مفعول به بدل أن تكون فاعل؟ ده استنتاج دقيق تماما. خلينا ناخد أحد مكونات هذه المبادرة، ليس المبادرة كلها لكن أحد مكوناتها ممكن كافي بأنه يشرح لنا هذه التحولات. بعد الحرب العالمية الثانية استحدثت بعض المؤسسات كان الهدف الرئيسي منها هو ضمان هيمنة القوى الجديدة أو القوى المنتصرة في الحرب العالمية، وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى الاقتصادي كان هناك ما عرف بمؤسسات بريتن وودز، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودول المؤسستين الماليتين الرئيسيتين اللي هم من خلالهم الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط تتحكم في تدفقات المساعدات المالية الدولية وتمويل بعض مشروعات التنمية في الدول النامية، ولكن كانوا أداتين مهمتين لتحكم الولايات المتحدة الأمريكية لفرض الفلسفة الأساسية اللي قايم عليها النظام بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هو فكرة الحرية التجارية وما يعرف به توافق واشنطن، الفكرة المجموعة من المبادئ الأساسية اللي قايمة على فرض حرية التجارة، فرض دور القطاع الخاص، تحجيم دور الدولة والحكومات في الأنشطة الاقتصادية. كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هم مسؤولين رئيسين أو أداتين رئيسيتين في يد الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية لفرض هذه الفلسفة. وفي هذا الإطار جت فكرة المشروطية الاقتصادية، بمعنى اللي هيروح للبنك الدولي أو اللي هيروح لصندوق النقد الدولي يطلب مساعدات من الدول النامية أو الدول المأزومة بشكل عام، لابد أن هو يلتزم بتطبيق روشتة اقتصادية معينة جوهرها هو الحرية الاقتصادية، الإصلاح الاقتصادي أو إفساح الدور للقطاع الخاص، تحرير التجارة الخارجية.
ما حدث انه ظلت هذه المؤسسات صالحة للعمل وصالحة لفترة طويلة، لان كانت في توافق كبير بين طبيعة هذه المؤسسات وتوزيع الكتلة التصويت او القوة التصويتية للقوة الغربية او الولايات المتحدة الامريكية، كانت متطابقة او بتعكس التوزيع القدرات الاقتصادية الدولية في هذا التوقيت. لكن حدث مع الوقت انه تغيرت الموازين الاقتصادية، تغيرت الموازين السياسية ايضا. لكن اذا فضلنا في المعنى او المستوى الاقتصادي، الولايات الصين اصبحت الاقتصاد الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية. فبالتالي القدرات التصويتية داخل هذه المؤسسات، قدرتها على إدارة ما عادتش بتعكس الوزن الجديد للصين أو الهيكل الاقتصادي العالمي الجديد أو توزيع القدرات الاقتصادية. يعني الصين بقى يعني في فجوة ما بين حجمها الحقيقي، الحجم الحقيقي وما تعكسه هذه المؤسسات من موازين قوة. هي كانت تترجم موازين القوة في لحظة معينة اللي هي بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الآن موازين القوة اختلفت. فبالتالي الصين كان لديها مطلب وكانت تسعى بقوة مع مجموعة الاقتصادات الناشئة، البرازيل والهند، جنوب أفريقيا، روسيا، بعض دول أمريكا اللاتينية، كانت تنادي بإصلاح، ضرورة إصلاح هذه المؤسسات لأنها لم تعد تعكس الوزن أو موازين القوى الاقتصادية الحقيقية. فبالتالي أحد المخارج أو البدائل اللي اتجهت لها الصين، وده أحد التفسيرات المطروحة للمبادرة بكل مكوناتها، إن الصين يعني ولت وجهها بعيدا عن هذه المؤسسات لاستحداث مؤسسات بديلة تعكس موازين القوى الجديدة. فبالتالي بدأت في طرح مبادرة الحزام والطريق، بدأت في طرح مؤسسات مالية بديلة أو موازية لصندوق النقد الدولي، وعلى رأسها بالطبع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية. خلينا نتكلم عن فكرة أو فلسفة مبادرة أو منتدى الحزام والطريق. أولا طبعا عايزين نشرح فكرة الحزام والطريق، يعني إيه فكرة الحزام؟ هل يحزم مناطق معينة وما هو الطريق؟ لكن فكرة المنتدى أو فلسفة المنتدى مبنية على بناء مجتمع له مصير مشترك للبشرية وتحقيق مبدأ النمو المتبادل من خلال المشاركة والتعاون. اللي يسمع المفهوم ده أو الفلسفة دي يقول إن المسألة وردية جدا، مع المنافسة والمصالح الاقتصادية الكبيرة ومحاولة شئنا أم أبينا أيضا الصين تريد السيطرة على جزء كبير من الاقتصاد العالمي، فالفكرة دي إلى أي مدى هي حقيقية وإلى أي مدى هي وردية؟ طيب خلينا من البداية نتفق إنه مفيش مشروع دولي أو مشروع عالمي يعني كله أبعاد إيجابية، يعني بالتأكيد في أبعاد سلبية، بعض الأبعاد السلبية، ما لم يعني الأمر سيعتمد في النهاية على قدرة كل دولة في الاستفادة من هذه المبادرة. صحيح. هي مبادرة مطروحة من دولة مهمة وقوية ولها دور متزايد في الاقتصاد العالمي وفي النظام العالمي بشكل عام، وبها بعض المكاسب كثيرة وبها بعض المخاطر، وبالتالي قدرة كل دولة على يعني حجم المكاسب والمخاسر التي يعني ستتعرض لها سيعتمد على قدرتها على التعامل مع هذه المبادرة. خلينا نفسر ايضا، نميز يعني ما بين المنتدى، منتدى الحزام والطريق اللي هو المنتدى الثاني الذي يعقد حاليا، وبين مبادرة الحزام والطريق. تمام. المبادرة طرحت في عام 2013 وطرحت على مرحلتين، مرحلة اولى في سبتمبر 2013 اثناء وجود رئيس الصين في احدى دول اسيا الوسطى، طرح ما يعرف ب طريق الحرير الاقتصادي، او اللي هو اللي هو الحزام. تمام. وده مجموعه من الممرات الاقتصاديه اللي بتربط ما بين الصين وما بين معظم دول اسيا الوسطى وجنوب اسيا وشرق اوروبا، وهو مكونات بريه. يعني تشمل هذا محاوله اعاده لفكره طريق الحرير، هو طبعا محاوله لاحياء طريق الحرير، هو محاوله للاستفاده منه. والاستفاده طبعا من انه كان ليه دور إيجابي جدا، كان ناجح في ربط بين في التجارة ما بين الصين وبين أوروبا، فبالتالي الصين بتحاول تستفيد من هذا المشروع من خلال إحياء المكون. هذا المكون البري اللي هو الحزام بيشمل مجموعة من الممرات الاقتصادية، تتضمن خطوط للسكك الحديدية بين الصين وبين وصولا إلى أوروبا ومرورا بعدد من دول آسيا الوسطى وروسيا،
وده بالفعل تم افتتاح بعض هذه الخطوط. الآن هناك خطوط سكك حديدية تتحرك أو تبدأ من بعض المدن الصينية تصل إلى مدريد وتصل إلى دول أو مدن أوروبية. فهذا هو المكون الأول، هو مجموعة من خطوط السكك الحديدية، ودي سكك حديدية للتجارة، لنقل التجارة، نقل السلع، مش للنقل الأفراد. المكون الثاني هو مناطق تجارة حرة، مناطق تجارة تربط ما بين ليس بين الصين فقط وبعض هذه الدول، ولكن أيضا بعض داخل بعض الدول وداخل بعض الدول، يعني أكثر من دولة. هناك خطوط للبرية، هناك خطوط لنقل الغاز، هناك خطوط لنقل الأنابيب للنفط. فبالتالي هي مجموعة، هي شبكة معقدة من المكونات المختلفة، ولكن تتعامل مع الجزء البري اللي هو يشمل الصين، يشمل جنوب آسيا، يشمل وسط آسيا، يشمل أوروبا أيضا. أفريقيا ليست موجودة على المكون البري ولا مصر، يعني مصر حتى الآن ليست جزء من هذه المكونات البرية. في أكتوبر من نفس العام الرئيس الصيني أثناء زيارته لإندونيسيا طرح ما عرف به طريق الحرير البحري للقرن 21، وده الخطوط للتجارة البحرية تربط ما بين مدن صينية في الشرق ووصولا إلى أوروبا، مرورا بالمحيط الهادي ثم المحيط الهندي، وطبعا ده من ثم إلى البحر الأحمر وقناة السويس، ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم إلى أوروبا. عبر هذا الطريق في تطوير لسلسلة من الموانئ البحرية في دول، كل دول المناطق الساحلية للدول في جنوب آسيا، ووصولا إلى أيضا شرق أفريقيا. يعني شرق أفريقيا بالإضافة إلى مصر وقناة السويس وكل السواحل الجنوبية أو الموانئ البحرية في الدول المطلة على المحيط الهندي والمحيط الهادي، دي كلها وقع ضمن المكون البحري. فبالتالي إحنا إذا مكونين كبار في مبادرة الحزام والطريق هما المكون البري والمكون البحري. داخل كل هذه ايه القطاعات الأساسية بقى المستهدفة في هذا هذين المكونين الكبار؟ خطوط سكك حديدية، خطوط لنقل الغاز، خطوط لنقل النفط، خطوط سكك برية، خطوط بحرية، تطوير موانئ، إنشاء مناطق صناعية. فبالتالي نحن إذا مشروع ضخم يتجاوز حتى المشروع أكبر مشروع عرفته العالم، كان مشروع مارشال اللي هو طرح بعد الحرب العالمية الثانية. هذا المشروع طبعا يتفوق عليه.